الشخص الوحيد القادر على تحقيق العدل والقسط. شو الفرق بين العدل والقسط؟ شوف من عظمة الإمام، يحقق العدل العام، العدل العام، والقسط العدل الخاص، العدل الذاتي، العدل الروحي. قدرة الإمام عليه السلام على أن يعطيك العدل في داخلك، أن يصلح نفسك ويصلح ذاتك. إنسان الذي يغير كياني من السيء إلى الأحسن ومن الحسن إلى الأحسن، الإنسان الذي يرفعني من رحم الخطيئة ومن قعر الظلم إلى الطاعة وإلى رضا الله تبارك وتعالى. الشخص الوحيد القادر على تحقيق العدل والقسط.